يا الله. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله زينين، عساكم بخير وصحة وعافية. اليوم جبت لهم طشة، خل اسبحهم، نسبح الطيور شوية خطية خل ترتاح. هاي البرة كلام طاردة، وهذه هاي هنا الطيور عندنا بيضا من فرخات. هاي جواهن واحد اصفر وواحد حن بني بيضات، لان ما من بيضات بعدهن، لان هم من بيضات. هاي جو الفحل، جواهن بس واحد جوزي بني، بعد المان بيضات يمكن، اي بعد المان بيضات. جواهن هذا الاصفر وذاك الاحمر الصفراوي، لان جواهن فرخ واحد بعد المان بيضات. لان بيضا مرة ثانية انفسد بيضهن، رجع بيضا من جديد. وندلي اعتذر عن الاتصال، بين شوفوهن لانها من طاردات راح يبيضن. جواهن بس واحد جوزي، شوي خلي يبين طيني، لا باكر لا هو حني ولا هو جوزي. لان الحفاي جواهن بيض، شلته خليت بيض بلاستيك جواهن، لان فرخن الحمد لله والشكر. زوج فرخات جواهن توهن ما بينات، لان خليت بيض بلاستيك صدق. وين خليت بيضهن؟ بيضهن خليته جوا، لانه جود هاي العاقر وفحلها. جواهن بيضات مخلي راشدنا، يا الله وصلنا لمن. هذا الفحل وهاي الطائرة وهذا بنهن، شوفوا ما شاء الله. بعد المان بيضات، لان جواهن واحد طلع بدرنك، بيضة فزلت وبيضة واحدة زرقنا بدرنك. شوفوا هذا بدرنك، يلا عادي غلطة مرة عادي، هنا زقن حنا عدي قبل هاي زقة حني، لأن بعد هن الهسة ما بيضات. هاي نقص كالسيوم وأنا ما عايفها، يعني ما جايب لها كالسيوم لأن بالشغل، لأن الحمد لله والشكر فرخن. هذا الحني جواهن، طيرة صفرة دلعة، والفحل هذا الأشعل الأحمر اللي دلع بس ما مريش الحمد لله. البدرنقة العفو البدرنق والجوزية زقن هذا الحني، ما شاء الله هم حلو، حني مقبط لأني ما تبنهم رجعن بيضن. طالع وين ما مصور طبعا، شوف من كان جوان فرخ وطورده ودعم بيضا، وانا ما مصور الحمد لله والشكر. بين بينات رفاتن جواهن، بين الحناني جواز حناني جواهن، هاي الطائرة الصفرة جوزية، صفرة جوزية نظيفة، فحلها حبس بوزها. لان الكماليات شلت بيضهم خليت جواهن بيض بلاستيك، لان هذا مطارد عليها وبعد المان بيضات بيضا وفست بيضين، وهسه مطارد عليها لان جواهن زوج فرخات صغار الحمد لله والشكر. لان جواهن زوج فرخات صغار الحمد لله والشكر. شوفون راح نشوف زقنا جوازي، شوف شو زقنا، لانهم بيضا جواهن واحد حني وبيضا الحمد لله والشكر. الحمد لله طلعنا حناني، خلينا ننطشد جاي سبحان الطيور. هسه صوركم وياهن، هذا واحد هنا عندنا، هذا الاحمر الحمد لله والشكر. بعد عندنا بن كبرن، هذا الحني وهذا جوز اخوه او الاصفر، جوز نظيف هذا اخوه الحني. بعد وين الكعكل؟ هذا الكعكل
هذا الحمل الكاكا، والثاني وين جاي يسبح هذا فوق، هذا بطخه الحمد لله وشكر. لأني جواهن فرخ بنات الكمرليات، الكمرليات طيرا كاكا لفحلا ما كاكا جوا الشوامل، جوا ذن الشوامل. روح السبح الوادم جاي تسبح شباب هنا الا ادوان فرح مغير عند بيضات. طبعا صارهم سنة ما سافحات، سنة كاملة انه ما سافحات بعشدنا. يا الله ذني الشاملية على الفحل البولندي، هذا زقن بولندي حلو مكعكل، حلو ما شاء الله مكعكل ما شاء الله حلو مكعكل. بس وقف بس وقف بس وقف بس وقف خلنا اشوفك كتفه كتف كتف ماشي حلو لون ماشي، اهل الزواج اللي يعرفون هذا اللون. بس يوقف لنا خلنا اصورك عدل، شوف شلون كتفه ماشي مو طويرني ماشي حلو كاكل، لان الامايه لونها ماشي. اوف خي سبحان الله سبحان انت استاذ من هذا الطشت مال المي يريد سبحان، نفتح ذنب الله ينزل سبحان. انزل اسبح انزل اسبح انزل اسبح، اطلع اسبح اطلع اطلع يا ابيض يا بطيخ اسبح اسبح ارتاح، اطلع اسبح ارتاح السبحان. شو شيته شو شيته قبل هاي الطائرة طلعتها توني، هذا فحل شيت فحل هاي هاي كان بينه وكاسل وطابت الحمد لله وشكر. هل سبحان هاي الطائرة، تعال 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 اسبح سبحان والله كريم. طبعا سبحان طبعا انا اعرف انه اعرف قناتي دور واعرف انه اعرف يا الزوج يا هو يا الزوج الثاني. اطلع اسبح خليك تنام مع البيض، ابقى نايم مع البيض. اللي طلع السبحان فرغ الخانات اسبح الزهور سبحان حبس بوس تسبح البزبوز وطيرته سبحان مات الحنان ذني الحمد لله والشكر. هذا سبحان هذا الحني وطيرته يلا سبحان سبحان بالعافية انتي طلع ذي بيش بيضة ما بيش بيضة. خلي سبحان شو هذا نسيته طلعت بيضة بلاستيك مقصوصة. لا جواهم بلابين توهم بين طلعات. افتح لين الباب طلع طلع. هاي الطائرة توقف. نايم مع الجرفة طيب. هاي افتح اللي بيشوفها من طلعة يا هو طلعهم. طلع السبحان فرغ الخانات طلع اسبح ذني على عرفة يا عرفة طلع 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 يا طير عرفة جواهدي وقتهم بيضة الثانية وتريد ترتاح. ها شلون صارت علقت الريحان ياسر بالباب علي نسد هذا الباب لان هذا يساعدها. اليوم خطية استراحة اليوم سبح
يوم خميس لازم سبحان ارتاح بدنا ما سبحان الزوج وطن فوق نزل اسبح لك وين جاي هذا ما مفتوح برا ابد من جبت للخانه قبل افتح الخانه جوا ما كماليات نسيت خانه فوق لا فوق لا لا اذن تو مبيض انا افضل نقع عن البيض فزدنا ولكن فسد ما فهمنا كل شيء من اجل افتح هاي وجوا جوا الاخيره هاي ما بيها طيور مو فوقها بيها طيور فوقها هاي افتح هاي سديت يعني طلع بس الادلاع وساتها ايه لا عفوا تطلع هي انت ما تطلع يطلع عفوا اللي يريد يطلع يطلع تعال تعال يمشي اليوم انا مستمتع عليه هني شنو سبحان هذا اني سبحان هنا عشان الطيرته جاي يسولف وياها اللي قدامها وهاي رجلها واحد طلعت عاقل ما تبيض للما سابحات من جبتن الهسه من فتحت الطشت قبل شيتن بس خليت الطشت قبل شيتن سبحان ما تاخره رميت الافراخ فوق ما سبحان شوف هذا يقول لها طلع سبحه وليك طلع سبحه مو الوسخ هاي مو الحني طلع سبحي اطلع سبحه طلع سبحه انا طبق كم بعدين سبحه سبحه اطلعها هلا 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 ريحاني اكبر طير ما اخذ طشت اخذ نص الطشت هذا الريحان يلا بالعافية سبحان استراحة طبعا جاي اخلي لهم بودرة مال ثوم بالمي بس ما لحقت علي قبل خلى لهم المي وسبحان هذا الحين صار لي نقع السبحة وليك هاي جوزية الدلع هاي ما رضت تسبح صارت على الواية هاي نزلت توها فرحان قوي شوفانات فرحان بس زوج باقي
لان فسد بيضهن فما ردت تنسب. بدي اشوف اول طب قال هنا فسد. العفو والله لا والله ما تفرخن تغير احمر مات. نشوف زخن شنو بعد صغير ومات احمر. المهم مو بين احمر نقاره موشي ديرام. الرنقه مالتنا القديمه ما فتح ناسيها. شوف قاعد بصفها ناسيها. طلعنا طلعنا الفلمي. خلي واحد يحطه هنا اي واحد يقرب يعمل حله مالته يشيب على كتل. شوف لون الطيره شلون زقت. واحد ماشي حلو الكعكل لونها فاتح كورنك لونها. هذا اللون اللي بلا الله يجي يسمونه لون الكورنك. يا شاملية بالله لونها يعني فاتح كورنك. شوف هاي كانها بعيجة صارت. هذا صار يعارك مثل ابوه. هذا ابن الريحاني ذاك اخوه الصغير الثاني ذاك يفل اللي ورا ورا البدرنك. هذا الانتاج ماله الجديد. لازم نزور خلي السبحان يرتاحن. معروف المي يمهن شوية. ادي زوج يمكن ما سابحة هاي كمالية ومصارة ما سابحة. هاي الشاملية ما سابحة بعد شدنا. الارفل الاسود يمكن ما سبح ما اشتبهت عليه. طيرة رايحة. شوف طيرة هاي البلقة السورية البلقة ما سابحة يمكن. يمكن سافحة لأن مبلل جسمها من جوا. هذا الأشعل بس وزوجت على هاي طلعت عاقر. زوجت على هاي صار بها صورة ما بيضت فقط هيك خطية. لما النوبة طبقتها على هذا الكمار للحافي بيضت من عدة. هذا ابنها ذبيته جوا الشوامل وبيضاتها الثانيات بيضتها مرة ثانية لأن جوا الزاجل هذا.
هذا الزاجل ما شو يسمونه، جوزي مدري كاري ما اعرف شو يسمونه. ها ريحاني نايم قاعد بدي طب هاي الخانة، لان الهام هاي الخانة هم ما سبحان بعدها، طلعنا سبحان. طبعا الفرخات انصورتن صورتن امهاتن وياهن، اكو ولد يقولون يعني مرات بالتصوير ما يطلع العيب ما يطلع لهم، بس انا دائما اصور امهاتن وياهن، يدخل لي بالمازنجر يقول لي بلك تصور لامهاتن، انا جاي اصور امهاتن وياهن، هسه من طلعتن هن قبل لا اطلعهن انا مصور امهاتن، فهاي الفيديوهات كلها اصور امه وابو، انا اريد اوصل لك المعلومه شنو الاب وشنو الام. ما ضام عليك والله، ولا ضام على واحد ولا جاي. اي طير هذا شوفوه هسه ذيك مره مو زقحني، المره زق بدرنك، شنو يعني ولا اقول بدرنك زق ثاني مره. شوفنا هاي الطيور وانا بخدمتكم، لا تنسون اشتراك لايك صعد القناة، شاركوها بالجروبات، اشكركم وفي امان الله.